بطلبكم طلبه، جايلكم ما تردونه، اطلبكم ولا ما اطلبكم يعني؟ على حسب. لا الموضوع هنا في المنتج، لا تخاف ما في قروش. عبد الله الشهراني وعلي الكلثمي طببتوهم في المسبح او شيء زي كذا، المهم ابيك تعذرهم، ونبي نطلب سعد انه يمشيهم اليوم لانهم قاعدين يتروشون الحين وما امداهم يتجهزون ويخلصون امورهم. وانا والله قلت لهم لا تجون للمسجد الا انتم متروشين من هالمسبح وهالوساخه. فاتمنى انكم تساعدونا ان عند سعد. انا بدايه كلمت الشباب قبل قلت ما راح اخصم على احد. هو ان شاء الله مو بقول انك تخصم، بس انه تحاول انك تلتمس لهم العذر عندك، وبنفس الوقت انت تعرف وش اللي منعهم يعني. ان شاء الله انه عذر شرعي تسمحون لنا به. وش رايك؟ اصلا ما حد راح يغيب الا بعذر. والله انا اشوف عذر شرعي. وش العذر الشرعي بالنسبه لي؟ طيب سؤال، انا بسالك سؤال، طيب مخالفه بسالك، وش العذر الشرعي؟ سؤال، وش العذر الشرعي؟ انا اسالك جاوبني على سؤالي، وش العذر الشرعي؟ لا قبل ما تقول انت اعترضت، فقل لي بعدين. على اساس اول مره يغيبون على الصلاه. حتى لو مو باول مره ما فيها شيء، لكن هم هم قالوا انا قلت في مصيبه. طيب طالبكم شيء، طلب عندي طلب. هو طلب، هو طيب ما فيها شيء يا اخي. وبعدين على فكره، على فكره انا قلت لهم قالوا بنجي، قالوا بنجي لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت. اول حاجه اذا صرت بتحاتي حاتين مع وش اسمه ذا محمود، اذا صرت بتحاتين تعال حاتين قدام وجهي، لا تروح تجدع كل من تبي. صح صح ولا لا؟ صح عبد الله. لا النقاش كان لي. لا صح؟ اسمعني عبد الله، المفروض انك تجي تحكي. النقاش كان لي صح؟ لا مو بنقاش. اصبر ولا بنقاش، بس وكان موجه لي انا صح؟ ما حبيت انك تجي. دقيقه. ايوه تعال اول حاجه روح هناك تذابح. اسمعني اتكلم. جو قالوا بنجي، قلت لا تجون الا انتم متروشين خاصين اموركم، والباقي خلوه بوجهي. صح معلوم معلوم انت زين. بالنسبه لي انا عذر شرعي بكيفي انا. خلاص اسمع، ما ادري بس بثبت تقريبا محمود. محمود هم قالوا لي وانا اصبر. اي اصبر. ايوه اصبر. انا جاي فواز وسرور والشباب. اسمعني يا عبد الله، انت موجه طلب لي صح؟ موجه لي الطلب صح؟ وقلت لي